سوريا ومواقع سوريا وأماكن سوريا والأماكن السياحية بسوريا يلي دائما كانت رائدة على مر التاريخ بجمالها وبحضورها وباستقطابها أيضا للسياح من مختلف دول العالم. مرت فترة شوي صعبة، كتير من الوسائل حاولت تشويه هاي الأماكن وحاولت رسم ملامح جديدة لها بعيدا عن هذا الجمال، ولكن اليوم في دور كتير كبير للشباب السوري وأيضاً للشباب العربي بإعادة هاي الصورة لألقها، بإعادة هاي الصورة لجمالها بالإضاءة صحيح. الحقيقية والواقعية عن سوريا وكل تفاصيلها. صحيح بشار، من ضمنهم يمكن صانع المحتوى عمر ساهر عمر يلي عم يجوب كل أنحاء سوريا مو بس بالشام وباقي المحافظات، عم يعرفنا أكثر قدية جميلة، عم يحاول ينقل الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسوريا وللسوريين ولا خارج سوريا. اليوم رح نتعرف عليه أكثر، صانع المحتوى ساهر عمر اللي صار معنا ضمن الاستديو. أهلا وسهلا. يا أهلا فيكم. يا أمين. أهلا وسهلا. هلا دائما أنا صناع المحتوى اللي بصيروا يحكوا عن سوريا بصيروا من أهل البيت. ها طبعا أكيد. أهلا وسهلا فيك ساهر. خليني أبدأ بالسؤال يلي يمكن بيثير فضول الجميع، ليه بدينا بسوريا ونحن من الأردن وجينا صورنا بسوريا وإلى ما هنالك؟ أكيد انطرح عليك هذا السؤال قبل. والله صراحة سوريا يعني من جد من أحب البلاد على قلبي، يعني من زمان، يعني تربينا على الدراما السورية وأبائنا وأجدادنا كثير بيحكون لنا عنها، ولكن اخترنا سوريا لأنه سوريا مرت شوي بظروف معينة. هسا نحكي بالأردن في ناس كثير صورت وكذا وهيك وأنا بحب أصور بالأردن، ولكن حبيت أساعد بسوريا ولو إشي بسيط، وفعلا يعني من وراء السياحة يعني إن شاء الله تحسنت الأمور شوي شوي من ناحية التجارة والشغلات إن شاء الله. طيب ساهر، حكينا عن أول مرة زرت سوريا، هل كانت تختلف عن التلفزيونات عن الشيء اللي عم ينتقل عنا أو لا؟ صراحة أول مرة دخلت على سوريا شفت التكاسي الصفر، شفت البنايات هاي اللي عندكم في المزة والشغلات هاي كلياتها كنا نشوفها بالتلفزيون، نفس المسلسلات، ولكن اللي هو أجواء نحكي بعض المسلسلات السورية في حارات الشام القديم ما كانت نفس إشي. كنت جاي متوقع أشوف اللي بحلم العقيد والعقيد والشائب يعني، ولكن طلع أشياء مختلفة، حتى ناحية الحكي كله مختلف كان يعني. تمام. اللهجة السورية غير كانت. حلو. اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع الثقافة بين الثقافة السورية والثقافة الأردنية، وبالآخر كلنا بلاد شام وبتجمعنا يعني بعض الثقافات، واجهت شيء هيك بثقافات جديدة إذا بدنا نقول أو عادات جديدة غير العادات الأردنية؟ المزج، حاولت تعمل مزج مثلا بين الثقافتين؟ والله يعني شفت شغلات كثيرة متشابهة، يعني حتى من ناحية اللهجة، يعني بجزء أقرب بلدين على بعض وبفهم على بعض اللهجة السورية والأردنية. صح. ولكن في شغلات كنت أضوي عليها بالأردن للأردنيين وللسوريين، يعني مثلا من ناحية الطبخة، مثلا منسف بالأردن بيعملوا برز، بسوريا بيعملوا برغل. صح. أكثر مشروب عندكم هو مشهور المتة، عندنا القهوة، يعني هاي الشغلات اللي كنت أشوفها اختلافات بسيطة. اختلافات بسيطة يعني مو هالشيء اللي بتنحل إذا قضيت على هدول، ناخذ البرغلات معكم نجيب الجميد لعندنا. تمام. طيب ساهر، يمكن ببدايتك أو ببداية الفيديوهات والتعريف على المحافظات السورية، هل واجهت شيء انتقاد من قبل الأردنيين أو صناع المحتوى الأردنيين، من قبل أهلك أصدقائك، أنه ليش سوريا، يعني أنه في عنا بالأردن كثير؟ الانتقاد يعني شيء طبيعي وأكيد، يعني لابد أي حد منه بيصور لازم يتعرض للانتقادات، وبالعكس يعني هذا شيء يعني لازم تأخذيه وتعتبر شيء بناء لإلك، يعني تتعامل مع طريقة معينة. الكل بيحكي لك ليش مش بلدك، بلدك أولى، بلدك كذا. أنا بالنهاية بعتبر البلدين بلدي يعني، ولكن إنه زي ما حكيت لك إنه حاولت أساعد سوريا أو البلد اللي بحبه يعني كمان بإشي بسيط يعني من خلال السياحة. صحيح. ونحن من عندك واحد منا وفينا أكيد، وأهلا وسهلا بأي حدا اليوم عم يقصد سوريا ليساهم مثل ما ذكرت بإعادة هاي الصورة الجميلة لسوريا واللي انظلمت فيها ببعض الأماكن. وخاصة بالجيل الجديد، بعض الأجيال أو بعض الشباب ما شافوا الصورة الحقيقية لسوريا. مزبوط. فبالتالي كنا عم نشوف أيضا على الشاشة يعني بعض من الفيديوز والريلزات اللي أيضا إن شاء الله تكونوا انبسطوا. بس أكيد أكيد بدي روح شوي لموضوع التعامل مع صانع المحتوى اليوم بالشارع سواء بالأردن أو بسوريا. كيف تشوف اليوم التفاعل؟ الناس صارت تتقبل هاي الحالة انه انا عم بنزل صور العالم، عم بنزل صور فلوجات، عم بعمل هيك حالة تفاعل مع الشارع سواء بالأردن او سوريا. خبرنا شوي كصانع محتوى. فعلا كبدايات وكذا نحكي من 5 سنين وقبل ما كانت الناس تتقبل تطلع على الكاميرا او يعني حدا يوقف معها بالشارع ويصورها،
ولكن من جديد صار يعني كثرة الكاميرات في الشارع وكذا وصناعة المحتوى، والناس بلشت تتقبل وتتعود على هذا الإشي. فيعني صرنا لما ننزل نسأل سؤال كذا يعني بكل أريحية، ولكن بإذن يعني للناس، تفعل الناس. في فرق بين إذا أنا كنت حامل كاميرا وبيني عم صور على الجوال؟ بتحس بتحب يخافوا الناس اليوم موضوع إنه أنا إذا عم صور على تليفوني أو عم صور على كاميرا؟ طبعا يعني الكاميرا دائما لها رهبتها، أما التليفون يحكي يعني بأقل أريح شوي. بكون أريح. صحيح. تمام. طيب خبرنا عن تفاعل الجمهور السوري معك مع المحتوى اللي عم تقدمه. يعني أعتقد الأغلبية لازم يكون مبسوط. فعلا أنا يعني لقيت كثير يعني ترحيب من الشعب السوري، وكانوا حابين الإشي اللي أنا بقدمه، وكثير ناس صارت تحكي إنه إحنا قديش صرنا عايشين بسوريا ما وصلنا للمكان هذا أو ما بنعرف المكان هذا اللي أنت رايح عليه. فكثير ناس استدلت على أماكن حلوة وجميلة في سوريا. حلو. طيب من هذا الاستدلال، بما أنه نحن السوريين أوقات في مناطق عن جد ما زرناها وما منعرفها أوقات أو أول مرة بنسمع فيها، مين دليلك بسوريا أو بتعتمد على معلوماتك؟ شوفي أنا شخص اجتماعي، يعني بحب أقعد مع الناس ودائماً بلقط معلومات منهم. يعني عندي أصحاب من جبلة، من الساحل اللي هو لدقية، طرطوس كذا، فكل حدا بعطيني معلومة خلص بتضلها في ذهني أنه أنا لازم أنزل أروح أضوي على هذا المكان. حلو. اليوم موضوع توثيق الأماكن إذا بدنا نقول أو زيارة الأماكن أو الإضاءة عليها بحاجة لبحث. ذكرنا الحالة الشعبية اللي ممكن تأخذها من الشارع أو معلومات من الشارع، ولكن أنت على الصعيد الشخصي بتدور تبحث مثلاً؟ طبعاً إلا بدك تعطي معلومة بدك تعطيها دقيقة، لأنه المعلومات كثرت وصار أي حدا يكتب وأي حدا يصور يعطي معلومات من عنده بس عشان نحكي نجيب مشاهدات أو كذا. صحيح. ولكن عندك مرجع يعني. صحيح. حلو. صحيح. طيب خبرنا عن الصعوبات اللي عم تعاني منها، صعوبات من حيث صناعة هاي المحتوى، الأدوات، الوصول للمكان اللي حابب تعمل عنه ترويج معين. الحمد لله يعني هون في سوريا كل شيء ميسر، يعني من ناحية الوصول للمكان أو استخدام الأدوات. يعني أنت من خلال التلفون هسه حاليا قادر أنك تصنع محتوى حلو وكذا وتصمم وتعمل شغلات كثير حلوة، ولكن الصعوبة الوحيدة اللي عندي في سوريا صوت الدراجات. هات عند الكل، هات عند الكل، هي الوسيلة الأسرع ولكن تأثيرها كبير عم يكون. ساهر، بدي روح شوي لموضوع المتابعين، مشاهدين إلى ما هنالك. البعض بيبدأ بمحتوى نوعا ما رح أقول سخيف ولكن سطحي ليجمع متابعين، بعدين بيتوجه لنوع معين من صناعة المحتوى، مثل مثلا نقول على سبيل المثال أي محتوى موجود، ما رح نضرب أمثلة كرمال ما أحد يزعل منا. اليوم أنت مع أنه الشخص يبدأ بمحتوى ثابت من البداية؟ أنا محتواي يتعلق بتوثيق الأماكن أو بالزيارة أو بالإضاءة على الأماكن من البداية، هيك هيك أنا رح أجيب متابعين سواء ضل سنة أو سنتين أو ثلاثة، أو لا أنت مع أنه أنا ألعب شوي على موضوع المحتوى أول شيء نجمع متابعين وبعدين أبدأ؟ شو بالنهاية هو الواحد بده يصور أو يعمل الإشي اللي بيحبه، يعني مو والله صابت خابت خابت، لا بده يبلش بمحتوى هو دارسه وكاتب عنه من قبل ويعني راسم خطة لهذا الإشي، مو انه والله اجرب هيك زبطت، لانه ما راح ينجح. يعني بده يصور شيء بحبه ويعمل شيء بحبه عشان ينجح ويبدع فيه. لانه كثير صرنا اخر فتره نسمع انه والله نزلت هذا الريل زبط فانا كفيت. ايوه فعلا. انه مش بينزل شغله مثلا بتضرب بيكمل مثلا. صح. خصوصا المحتوى اللي يمكن التافه خلينا نقول هذا اللي دارج والله اكثر شيء انتشرت، الترندات اللي ما لها طعم للاسف انتشرت بشكل مو طبيعي، ولكن احمد ربكم انه انتم ما عندكم تيك توك. احمدوا والله هاي نعمة والله. بس في تعويض عنا بالإنستغرام يمكن؟ والله في، ولكن بنسبة أقل. بالنسبة أقل. طيب. وعندكم هون بسوريا ما شاء الله يعني الشعب راكز، يعني شو ما يعني حاول يكون يعني حاول يعني يعمل محتوى شوي قليل ولكن بيضل أخف من اللي برا، يعني شعبكم مثقف. صحيح. دخيل لك. يعني هذا المدح ساهر عن جد لا تمدح. أنا ممدح في أهلي يعني هيك شهادتي مجروحة. تماماً عن جد أهل البلد عم يمدحوا ببعض. طيب بدنا منك نصيحة للشباب خصوصاً اللي بعمر صغير هلأ على وعي على السوشيال ميديا حابين يدخلوا بهذا المجال أكثر لصناعة محتوى معين، كيف ممكن حدد أنه هذا المحتوى مثلاً القصص السياحية اللي هي مثلاً بتعجبني ولازم روج لها، أو شيء له علاقة بالطبخ؟ يعني حدد أهدافي من السوشيال ميديا وشو اللي بدي أوصل له. أكيد أي شخص بده يبلش يعني سواء شاب أو غير شاب يعني بده يبلش يكون حاط هدف في باله ولوين راح يوصل، لازم يكون راسم خطة مسار هدف معين وما يكون عشوائي.
بده يحاول كمان يعني يشوف المجتمع اللي هو فيه، وبرضه حتى لما يبلش في المحتوى بده يعرف شو يصور ويكون مثلا راسم الخطه يعني مستقبليه، واثناء التصوير بده يكون حذر يعني تعرفي انت، بده يكون عارف شو بيصور يعني كمان، وحتى بده ينتبه على اي شيء بيحكيه خاصه طبعا. بالوقت هذا يعني اي حدا بيحكي اي كلمه هيك ولا هيك ما يحيد عن الطريق اكيد تمسك عليه يعني. صحيح صحيح، واليوم موضوع دراسه الاسلوب والكلمه هي الاهم بتخيل طبعا كصنع محتوى. بدنا نتشكرك، الله يسلمك، وكثير انبسطنا فيك ووجودك معنا جدا اليوم، شفتكم اليوم وقعدنا. الله يخليك يا رب، وان شاء الله هيك يعني بنقدر نحن وياك نكفي زيارات لباقي مناطق سوريا ونضوي عليها اكثر واكثر. صنع المحتوى ساهر عمر نورتنا لليوم، ونور بوجودكم. الله يسلمك، سلامات لاهالينا ايضا بالاردن، لجميع المشاهدين اللي الله يسلمكم يوصل ان شاء الله. شكرا كثير لك.